بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله ينجيكم ويحفظكم من هذه الجائحة اللعينة. مؤخرا اتصلت بالرقم 1212، وبعد عدة محاولات ومحاولات متكررة تمكنت من التكلم أمام معهم، وسولتهم سؤال أول، قلت لهم إمتى الناس غادي ياخذوا الدفعة الثالثة. السؤال الثاني كان سوتهم كذلك الشكاية اللي كيقولوا بأنها في دور المعالجة، شنو كيقصدوا بها بالضبط؟ الدفعة الثالثة قالوا لي ملي كتوصل بالكود في المرة الثانية كتحسب تقريبا 15 أو 20 يوم تضامن أو رميد، ديك الساعة كتوصل بالكود الثالث، أي بالنسبة للدفعة الثالثة. اما بالنسبه للشكايه اللي في طور المعالجه كتكون ماشي مرفوضه ولا مقصيه، راه غير باقي ما شافوهاش. اما بالنسبه في حاله الرفض، اي انهم رفضوا الشكايه في هذا الوقت، كيكتبوا بالاخضر، حيث كيكون هناك بطبيعه الحال سبب، ما يمكنش بلا سبب يرفضوا، كتلقى السبب مكتوب حتى هو باللون الاخضر تحت الرفض. كيف ما توصلت بالقبول الاخضر، حتى الرفض كيكون نفس الشيء. فبالنسبة للدفعة الثالثة سنتطرق لبعض التواريخ. أول شيء هو بلاغ وزارة المالية حول هذه الجائحة اللعينة، فالدعم إن شاء الله سوف يستمر حتى بداية شهر يونيو، أي حتى 13 يونيو 13 شهر 6. عملية الدعم مازال كاينة ومازال موجودة. أما فيما يخص صحاب لا CNSS غادي تكون عندهم دفعة رابعة، أربع دفعات، نصف شهر مارس بالنسبة لصحاب CNSS، نصف شهر مارس استفادوا من دفعة أولى ديال 1000 درهم، شهر أبريل خادوا 2000 درهم، شهر ماي خادوا المبلغ تاعو نفس الشيء ديال 2000 درهم، ودفعة رابعة في شهر يوليو. أما بالنسبة لأصحاب الرامي والتضامن عندهم ثلاث دفعات، الدفعة الأولى كانت تقريبا في أوائل شهر أبريل، الدفعة الثانية كانت في شهر ماي، الدفعة الثالثة تكون إن شاء الله في يونيو تقريبا في 6 يونيو إلى غاية 13 يونيو. أما بالنسبة للناس اللي وضعوا شكايات ان شاء الله، الناس اللي مثلا ما توصلوش باي دفعه ان شاء الله غادي ياخذوا رزقهم ضربه واحده، ان شاء الله ياخذوا رزقهم ان شاء الله مباشره. شكون اللي غادي يستافد؟ سؤال مطروح، غنقولوا شكون اللي غيستافد من الدفعه الثالثه. بالنسبه لاصحاب التضامن والرميد حسب البلاغ اللي قامت به وزاره الاقتصاد والماليه عند تحديد شروط الاستفادة، ففي الشرط الثالث يجب على الشخص أن يكون من فئة الأشخاص الذين فقدوا عملهم أو توقف نشاطهم المهني جراء هذه الجائحة. هذا الشرط بالنسبة لأصحاب رامي. والاستفادة من الدفعة الثالثة يجب أن تكون عاطلا عن مزاولة الأعمال عفوا، هو نفس الشرط بالنسبة لأصحاب التضامن. أي شخص استفاد من الدفعة الأولى ومن الدفعة الثانية بالطريقة العادية أو بعد دفع شكاية سيستفيد إن شاء الله من الدفعة الثالثة شيء من الصبر، سيكون كل شيء على ما يرام. ونتمنى من الله عز وجل زوال هذا الوباء وهذه الجائحة اللعينة، والله ينجينا وينجيكم من كل شر. نختم هذا الفيديو بهذا الدعاء: اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك
فكفيته، يا من كفانا كل شيء، اكفنا شر الأمراض، اللهم نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، والسلام عليكم ودمتم بخير.